وقد أبدع في الخلق وجمل. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين. اللهم صل على محمد وآله، واهدني لصالح الأعمال، واقض للحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا ربنا أنت السلام.